متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، نافذة حضارية تطل على الحضارات القديمة التي مرت بأرض مصر منذ أقدم وأعرق العصور، بدءاً بالحضارة الفرعونية ثم الحضارة اليونانية التي جاءت إلى أرض مصر بقدوم الإسكندر، فخرجت في إطار مستشرق عرف بالحضارة الهلنستية أو البطلمية. ومن بعدها الحضارة الرومانية، ثم القبطية، وأخيراً الإسلامية. المتحف إهداء من وزارة الثقافة، اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري الممتد عبر الثقافات، وليستمتع الزائر بمشاهدة 1276 قطعة أثرية جاءت من مناطق مختلفة كالإسكندرية والفيوم والمنيا والأقصر. كل قطعة مدعمة ببطاقات شرح باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعض القطع المميزة بطريقة برايل. هذا وقد تم ترتيب المعروضات حسب الترتيب الزمني بدءاً بالعصر الفرعوني، حيث توجد غرفة خاصة للمومياوات والتوابيت تسمى قاعة الحياة في العالم الآخر. ومجموعة من الأواني الكانوبية وأدوات الكتابة وعدة تماثيل، من أهمها تمثال تحط إله القمر وتمثال للمعماري الشهير إمحوتو. ثم ينتقل الزائر ليستمتع برؤية مقتنيات المتحف من العصر البطلمي والعصر الروماني، ومنها رأس الإسكندر الأكبر، تماثيل ملوك البطالمة، تماثيل التناجرا، وتمثال الإله سيرابيس. وتمثال الطفل النائم. تمثال أوكتافيوس. تمثال التلميذة. وتمثال النصفي للفيلسوف سقراط.
يعرض بالمتحف مجموعة أثرية مؤقتة معارض من المتحف اليوناني الروماني. منها مجموعة آثار منطقة المحمرة والتي اكتشفت بمنطقة سيدي بشر وترجع للعصر الروماني. إسكليبيوس إله الطب. ومن أهم تماثيلها أفروديت إلهة الجمال. هرموقراط إله الطفولة. ومارس إله الحرب. مجموعة من الأقنعة الجنائزية. ومجموعة تماثيل معبد الرأس السوداء. أخيراً مجموعة خاصة بالإلهة إيزيس. بعد ذلك ينتقل الزائر في جولته للآثار القبطية، فيجد الأيقونات والمنجليات وحاملاً للكتاب المقدس. وتمثال الراعي الصالح. ومجموعة العاج والعظم وغيرها. تنتهي الجولة بالآثار الإسلامية، فيجد الزائر لوحات قرآنية ¶¶
ومجموعة من النوافذ المصنوعة من الجبس والزجاج الملون، وعملات، ومشربيات، ومشكاة ترجع لعصر المماليك وحكم السلطان حسن، وسجادة صلاة من العصر العثماني. توضح مقتنيات المتحف الأسلوب الفني الذي ميز فن وفناني كل عصر من هذه العصور، وسماته الفنية، وطبيعة كل عصر بفكره ومعتقداته. يعرض متحف الآثار مجموعتين من البردي توضح الحياة الاجتماعية والدينية والمعاملات المختلفة بين الناس، من عقود شراء وبيع وعقود زواج، وبعض البرديات تعرض شعراً وأدباً لهوميروس وفرجال. مجموعة الآثار المكتشفة أثناء حفر أساسات مكتبة الإسكندرية، وتضم 111 قطعة، أهمها أرضيات الفسيفساء بالغة الجمال والتي ترجع لعصر البطالمة. وأخيراً مجموعة الآثار المكتشفة من جزيرة نيلسون بأبي قير من العصر البطلمي، وتضم قطعاً من داخل الجبانة والأواني المستخدمة في الحياة اليومية وأدوات متنوعة. يقدم متحف الآثار برنامجاً تعليمياً للتربية المتحفية لدى النشء، من أجل خلق جيل جديد لديه الوعي الأثري. صمم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية على أحدث أساليب العرض المتحفية المتطورة، من حيث التصميم والديكور والتقنيات الحديثة في التأمين والإضاءة. ولمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الرقمية، يقدم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية خدمة جديدة للزائرين، وهي خدمة الدليل الرقمي، وهو جهاز رقمي سهل الاستخدام متوفر بثلاث لغات، يحتوي على شرح صوتي ومرئي للقطع المعروضة، يمكن أن يتجول به الزائر أثناء زيارته. وبزيارة الموقع الإلكتروني لمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية antiquities.bibalex.org
يمكن القيام بزيارة تخيلية لكافة أقسام المتحف وقراءة مقدمة تاريخية وفنية عن العصر الذي تنتمي إليه القطع الأثرية، والاستفادة من قاعدة بيانات مسجل عليها ما يقرب من 1000 قطعة أثرية باللغات الثلاث. متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية نافذة يطل منها العالم على تاريخ مصر.